الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم وأغرب مفهوم للروح على وجه الأرض، وهو مفهوم الروح في الديانات الشرق أسيوية وخصوصا البوذية، وبدأنا نتكلم عن معنى كلمة كاء الفرعونية. الحلقة دي هنناقش مفهوم الروح من وجهات نظر كتير علمية ودينية وتاريخية، وده لأن الروح هي لغز الألغاز بالنسبة للبشرية عموما على مر العصور. أصل كلمة الروح هي كلمة الغوح بالعبرية ومعناه الريح، وكان المفهوم في البداية بالنسبة للإنسان إن الروح هي نفس من الإله، ووقتها كانوا بيعتبروا إن الرياح نفسها غضب إلهي، وتقريبا ده نفس المعنى في اللغة الإنجليزية المشتقة من اللغة اللاتينية. فكلمة spirit المشتقة من spiritus اللي معناها النفس، وفكرة النفس الإلهي أصبحت هي فكرة الخلق في التوراة أو العهد القديم. ففي سفر التكوين: وجبل الرب آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. نفس المعنى كان في القرآن في سورة الحجر: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لكن الإسلام فرق ما بين الروح والنفس، وده هنجيله لما نتكلم عن الإسلام. بس علشان كده فضل البشر في كتير من المعتقدات قبل المسيحية والإسلام ما بيفرقوش ما بين الروح والنفس، وزي ما لاحظنا في الحلقة اللي فاتت اعتبرت الديانات الشرق أسيوية الروح والنفس شيء واحد، لكن الحضارة المصرية كانت دايما منفردة وفرقت ما بين الروح والنفس أو الكا والبا، وده هنجيله في الجزء الثاني من حلقتنا. لكن العلم، وده اللي هيكون الجزء الأول في الحلقة، اعترف بالنفس بس واعتبرها هي إدراكه وقدرته على الاختيار والتفريق بين الصح والغلط، هي ذات الإنسان وهويته، ومن هنا ظهر علم النفس. العلم مش بيؤمن بوجود روح، وبيعتبر ان الجسم البشري عبارة عن ماكينة بتتوقف لما بتتوقف الاجهزة اللي فيها عن العمل. لكن في واحدة من حلقات The Story of God او قصة الاله للنجم العالمي مورغان فريمان، قابل دكتور ما كانش بيؤمن بفكرة الروح. الدكتور ده عمل تجارب على اكتر من 100 مريض من اللي مروا بتجربة الموت الاكلينيكي ورجعوا مرة تانية للحياة، وكانت النتائج اللي وصل لها مذهلة. بيقول دكتور سام ان كتير من الناس اللي عمل عليهم تجاربه واللي مروا بفترة غيبوبة طويلة جدا المفروض يكونوا فيها شبه ميتين، يعني هم مش في حالة نوم ممكن يحلموا فيها، لا خلونا نقول ان هم ميتين. المهم ان كتير منهم شاف في مرحلة الغيبوبة دي تفاصيل من حياة تانية، قابل ناس كان يعرفهم وماتوا او حتى ناس ما يعرفهمش، بس الشيء المشترك بين كل الحالات هي حالة السلام الداخلي او النيرفانا زي ما شرحنا في حلقة الاسبوع اللي فات. المفاجأة اللي قالها لنا دكتور سام، ودي زي ما بتفسر حالات الموت الإكلينيكي، بتدينا مؤشر لحاجة اخطر بكتير، هي ان الجسم لما بيوصل لمرحلة الموت كل خلايا الجسم بتستسلم ما عدا خلايا المخ، بتفضل عايشة لفترة بتتراوح ما بين كام ساعة لكام يوم، بمعنى ان نشاط الدماغ بيفضل موجود حتى مع توقف نشاط كل الاعضاء بما فيهم القلب. فمن هنا ده بيكون السبب ان في ناس ممكن ترجع رغم حالات الموت الاكلينيكي، وده برضو بيكون سبب لاعادة الحياة لناس افتكرناهم ماتوا لو قدرنا ننشط اعضاء الجسم وخصوصا القلب. وكان في حالة لممثل مصري شهير توفي في التسعينات من القرن اللي فات، اتقال فيها انه صحي وهو في المقبرة وانه تسمع صوته وهو بيصرخ او بيخبط لما فاق، بس طبعا محدش اهتم، واكيد هو مات تاني يا من الرعب او على الاقل من ضيق التنفس. بالرغم من كل ده فدكتور سام كان مصر يسمي الروح الوعي، لان زي ما قلنا العلم ما بيعترفش بفكرة الروح، وفي اتجاه علمي بيقول لنا ان احنا في يوم من الايام هنقدر ننتصر على فكرة الموت او نأجله، يعني ده في حالة ان احنا لو قدرنا نحافظ على وظائف الجسم شغالة اطول فترة ممكنة. يعني الطب في يوم من الايام ممكن يلغي فكرة الموت او يأجلها، بس حتى لو ده كان حقيقي تفتكروا معايا ان طول الحياة ده مش هيبقى شيء ممل؟ ندخل بقى على معتقدات المصريين القدماء وفكرة الكا والبا. وعلى فكرة أغلب الأسامي المصرية القديمة كانت ما بتزيدش على 3 حروف، وأغلبها كمان كان بيبقى حرفين، ومع ذلك مش عارفة إزاي قدروا يكونوا لغة فيها حصيلة كلمات بالضخامة دي. في البداية المصري القديم أزعجته فكرة الموت، فكرة إن شخص يكون عارفه فجأة يلاقيه مش بيتحرك مش بيتكلم،
ما كانش فاهم ان ده موت، فاعتبر ان في نقلة من حياة لحياة تانية، وبالطبع الحياة التانية دي هتكون حياة أبدية ما فيهاش موت. فعلشان كده كانت المقابر بتتملي باحتياجات الميت كلها بما فيها الأكل، علشان لما يقوم يلاقي حاجة يأكلها، يلاقي حاجة يلبسها، بدل ما هو كده كما ولدته أمه. وده برضو كان سبب في فكرة التحنيط، إن الجسم يفضل سليم علشان لما الروح اللي سابته ترجع له يكون لسه في حالته. طبعا كان في تصورات كتيرة لفكرة الحياة التانية، بس ده مش موضوعنا، احنا هنتكلم عن الروح والنفس او الكا والبا في المفهوم الفرعوني. المصري القديم كان بيعتقد ان الانسان بيتكون من 8 اجسام من الطاقة اللي بتكون ما يعرف بالروح في مفهومنا الحديث، بالاضافة الى الجسد المادي علشان يكونوا 9 عناصر بيتكون منها الانسان او الاجسام دي. والعناصر التسعة خلوني اقولها لكم، هي كا، با، خد، خبيت، سخم، ساحو، اب، اخرن. بس بين كل ده المهم عندنا الكا والبا اللي ارتبطوا بطقوس الانتقال من عالم لعالم اخر، وكانت المقبرة بتعرف باسم بيت الكا او بيركا، والمعبد بيعرف باسم بيت البا او بيربا. وما كانتش الكا رمز خاص بالإنسان بس، لأ دي كانت رمز من رموز نشأة الكون وتطوره. ولما كان الإنسان هو الكون الأصغر أو صورة مصغرة من الكون الأكبر، فبنلاقي إن مفاهيم نشأة الكون هي نشأة الإنسان. الكا هي طاقة انقسامية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكا هي الطاقة اللي بتؤدي لخروج المخلوقات للوجود، أو الطاقة اللي بتخرج بالأشياء من الباطن للظهر، ودي طاقة بتعمل من خلال الأعداد الزوجية. على أحد التوابيت جملة مكتوبة بتقول أن الإله يقول: أنا الواحد الذي أصبح 2، الذي أصبح 4، الذي أصبح 8، وفي النهاية أظل أنا الواحد. أما البا فهي عكس الكا، فلو كانت الكا هي اللي بتأتي بالموجودات من عالم الباطن إلى عالم الظهر أو التجسد، فالبا هي اللي بتعود بالمخلوقات لعالم الروح مرة تانية. وكان قدماء المصريين بيصوروا البا على شكل طائر اللقلق وهو بيحمل رأس الشخص المتوفي. المصري اختار طائر اللقلق لأنه من الطيور المهاجرة، ومعروف عن الطيور المهاجرة الحنين للعودة للوطن الأصلي، وكمان قدرتها على تذكر طريق العودة للوطن الأم. فبمجرد انتقال الإنسان للعالم الآخر بتخرج منه البا على شكل طائر اللقلق، علشان تقوم بإرشاد الإنسان لطريق العودة للوطن الأم أو عالم الروح. إذن فالكا بتجيبنا للعالم المادي، والبا بترجع بينا لعالم الروح. وإذا كانت طاقة الكا بتعمل من خلال الأعداد الزوجية اللي بتقبل القسمة لأنها طاقة الانقسام والتعددية، فالبا بتعمل من خلال الأعداد الفردية اللي ما بتقبلش القسمة، وده لأن هي الطاقة اللي بتعيد الأشياء المنقسمة للحالة الأولى، حالة الوحدة أو الوحدانية. وعلشان كده المعبد في مصر القديمة كان اسمه بيت البا، لأن هو المكان اللي بيساعد الإنسان على العودة لعالم الروح. وتقريبا زي ما قلنا بمفهوم النفس والروح، فالروح أو الكا هي مصدر الطاقة، والنفس أو البا هي مصدر الأفعال، فبالتالي النفس دايما هي اللي بتتحاسب، إنما الروح طاقة إلهية بتدي الحياة للجسد. وده تقريبا مفهوم قريب جدا من المفهوم الإسلامي اللي هنتطرق له بعد شوية. اختلفت الديانات الإبراهيمية الثلاثة تمام الاختلاف في مفهوم الروح. فاليهودية لا ذكرت فكرة حياة أبدية، ولا كان عندهم مفهوم الروح فيها إنساني. الروح في اليهودية هي الروح القدس أو روح الله، وأحيانا كان مفهوم روح الله في بعض الآيات كان جبريل اللي هو روح الله المبعوثة لرسله، لكن ما ذكرتش أي روح بشرية تماما. المسيحية كان فيها روح ونفس، بس كان مفهومهم عكس المفهوم الإسلامي. في كتاب للبابا شنودة اسمه من هو الإنسان، عرف الفرق بين الروح والنفس في المفهوم المسيحي ببساطة متناهية في جملة بتقول: النفس هي التي تعطي الحياة للجسد، والروح هي التي تعطي حياة للإنسان مع الله. لذلك فللحيوانات أنفس وليست أرواح كالبشر، أرواحنا خالدة والحيوانات ليست لها أرواح خالدة. معنى كده إن الروح هنا هي المكلفة، هي اللي بتتحاسب، أما النفس فخلونا نشبهها مثلا ببطارية العربية، هي اللي بتديها الحياة.
نكمل مع كتاب البابا شنودة، وبيستكمل تعريف النفس وبيقول: وما دامت النفس تعطي الحياة للجسد، لذلك قيل نفس الجسد في دمه، ولهذا حرم الله أكل الدم، فقيل لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد في دمه. يعني في المفهوم المسيحي الدم هو نفس الإنسان، لأن هو مصدر الحياة، علشان كده حرم الدم في العقيدة المسيحية. في طائفة كده منشقة من المسيحية اسمها شهود يهوى حرمت نقل الدم حتى لو كان الشخص ده بيموت، لا هو أفضل له إن هو يموت ولا إن الدم شخص تاني يتنقله. وده راجع لمفهومهم عن الدم إن نفس الإنسان هي دمه، فبالتالي يحرم نقل أي دم من شخص لشخص آخر. وطبعا في العقيدة المسيحية عندهم الروح القدس اللي هي روح الله اللي هي بتسكن داخل كل فرد مؤمن. نيجي بقى للمفهوم الإسلامي. المفهوم الإسلامي تشابه مع اليهودية والمسيحية في جزئية واحدة بس، وهي روح الله المبعوثة مع جبريل، وده كان في سورة القدر اللي بتوصف نزول القرآن ليلة القدر. فكانت الآية 4: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة هنا كان جبريل، ما عدا الآية دي كان مفهوم الروح غير واضح. فمثلا كانت سورة الإسراء الآية 85: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما النفس فكانت هي المكلفة، وده جه في العديد من الآيات. عندنا مثلا سورة يوسف الآية 53: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكمان سورة الفجر بدءا من الآية 27: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكتير من الأمثلة التانية اللي بنستنتج منها إن النفس هي المكلفة، وبعكس المسيحية أصبح هنا كل كائن حي حتى الحيوانات ليهم روح، بس مش كل كائن له نفس. دكتور أمريكي اسمه دانكن ماكدوغل في بداية القرن العشرين وتحديدا سنة 1901 قرر يعمل تجربة غريبة جدا يثبت فيها وجود الروح. فعمل زي مستشفى صغيرة استضاف فيها 6 مرضى على وشك الموت، 4 مرضى بالسل، 1 مريض بالسكر، والسادس أسباب غير محددة. كانوا طبعا رجالة وسيدات، وفضل يقيس وزنهم كل يوم لحد ما ماتوا. ولما وزنهم بعد ما ماتوا لقى أن مقدار الجسم قل ب 21 جرام، فاعتبر ماكدوغل أن ال 21 جرام دول هم وزن الروح، بالرغم أن في عشرات الأسباب التانية اللي ممكن تخلي وزن الجسم يقل، يعني مثلا الهواء اللي موجود في الرئتين، بس هو اعتقد كده. ونشر بحثه في سنة 1907، بس قال إن التجربة لازم تتكرر مرات تانية كتير قبل ما يتم نشر النتائج بشكل رسمي. طبعا تفاصيل التجربة كتير جدا بس أنا اختصرتها لكم. بس اللي سمعته من أحد المصادر على اليوتيوب إنه كان في نيته يكرر التجربة مرة تانية، بس المرة دي هيحط كاميرا تصور الروح لحظة طلوعها، بس تقريبا روحه هي اللي طلعت قبل ما يعيد التجربة. وعلى فكرة في فيلم أمريكي سنة 2003 كان اسمه 21 جرام استوحى فكرته من نظرية ماكدوغل. قبل ما اختم حابة اقول ان في حضارات قديمة تانية زي حضارة الأستك في المكسيك فكرة الروح عندهم بنفس القوة، يعني عندهم عيد اسمه عيد الميتين بيبدأ بغنى اغاني بيحبوها اقاربهم اللي ماتوا فبيجوا عليها، وبيكون في عشاء متحضر هم بيعتقدوا ان الميتين بيشاركوهم فيه اليوم ده. ففكرة الموت كانت هاجس مفزع عند كل الحضارات القديمة معرفتش تستوعبها، فنسجت الاساطير المختلفة كل واحد وفكره، فبالتالي طلع لنا عشرات العقائد الغريبة واللي لسه فيه كتير من الدول زي المكسيك كده بتعتقد فيها لحد دلوقتي.